مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الذئب والحمل. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء تالا حلاوة ومازن الهشلمون. بينما كان الذئب يعدو في الغابة بحثاً عن الطعام، شاهد حملاً يرتوي من ماء السيل البارد. يا لها من فريسة كنت أحلم بها، يا لها من غنيمة شهية. استعد الذئب للانقضاض على الحمل لافتراسه، ولكنه بدا متردداً للحظة وقال لنفسه: ماذا لو رعاني أحدهم وأنا أنقض على هذا الحمل الضعيف الذي لا يملك الدفاع عن نفسه؟ ما الذي سيظنه بي؟ تقدم الذئب من النبع بضعة أمتار وتمدد هناك بحيث يمكن للحمل أن يراه وراح يشرب، ثم التفت فجأة وكأن شيئاً أغضبه وصاح: إيه أنت؟ إيه أنت هناك؟ لماذا تلوث هذا الماء؟ ألا ترى أنني أشرب منه؟ ألم يعلمك أحد حسن السلوك؟ أجاب الحمل بصوت ناعم: ماء، أنا متأسف يا سيد الذئب، ولكنني لا أرى حقاً ما الذي يمكن أن يلوث الماء الذي تشرب. ماء، أنا هنا في الأسفل في مكان أوطأ من مكانك. ماء، والماء الذي أشرب منه يسيل نحو الأسفل وليس نحوك في الأعلى. أمام هذه الحجة لم يتفوه الذئب بكلمة، ثم عاد فقال: ولكنك مع ذلك أنت من يلوث الماء. قال للحمل وهو يبحث عن ذريعة ليوقعه في الخطأ، ولكن الذئب أساء اختيار الحجة أيضا مرة أخرى. أجاب الحمل بهدوء: ماء، هذا مستحيل، لم أكن لأستطيع أن أتكلم عنك قبل 6 أشهر، ففي ذلك الوقت لم أكن قد ولدت بعد. فقد الذئب عند ذلك صبره، فهذا الحمل يملك الجواب على أي شيء، وقد بدا وقحا لا يهمه شيء مطلقا. فأجابه الحيوان المفترس: لا يهم، فإن لم تكن أنت فهو أخوك إذن. وبقفزة انقض الذئب على الحمل وافترسه.